يا حبايبي، احنا الغربال اخر مرحله هنعملها فيه. عملنا المرحله الاولى عملناه شدناه، والثانيه خيطنا فيه، والمرحله الثالثه عملنا فيه اللي هنشبك بيه القماشه هشايفينها. عملناها الاول دقيق وملح وميه، وغليناهم على النار لحد ما هم بيجيوا كده. فاحنا دلوقتي اخر مرحله هنعملها في الغربال. كل سنه وانتم طيبين، علشان اللي معاها شويه دقيق تغربلهم، معاها اي حاجه عايزه تعملها بمناسبه الاعياد. كل سنه وانتم طيبين. هخديكم اخر حاجه شايفين في الغربال، واحنا هنعمل اخر مرحله. شايفين اخر مرحله غرزه عاديه زي اللي خدناها اول حلقه، غرزة عادية. طبعا هنشبك القماش، مش هنخليه، لازم يبقى شغلنا نظيف. شايفين وصلنا كده. بعدين نخيط القماشة في أختها. شايفين عشان بوري لكم حاجة بأبسط صورة. لازم نقفلوها. شايفين هنقفلوها. شايفين هنقفلوها خالص. ونثبتوها كده عشان ما تتفكش. قلنا احسن اكتر حاجة نعمل ايه في الشغل. مساء الخير يا حبايبي في قناة تيتان وسازي. ما عارفين احنا بنعمل حاجات بتاعت الناس الكبيرة، وهي يعني حاجات مستعملة، ولازم نساوي شغلنا ونسويه. واي واحد معاه تعليق عايز اي حاجة يسأل فيها اي حاجة يسأل. ما تنسوش تدعموني، تدعموا القناة وتدوسوا على الجرس. شايفين احنا خيطنا كده وخيطنا كده. شايفين خيطنا على الناحية دي. لو عدلتوه هتبقى كلها الخياطة كلها سوى بعضيها. بعدين المرحلة الأخيرة، طبعا ربنا ادانا نعمة، احنا لا هنجيب فرشة ولا هنجيب أي حاجة، هنعمل ايه؟ نعمل كده. شايفين هنعمل كده بإيه؟ بالحاجة اللي احنا هنصمغ بيها. شايفين ربنا ادانا نعمة يدنا، هنعمل بيها. شايفين علشان عارفين دي ليه؟ علشان لو في اي حتة مرخية هنا او مسمار هيدق يدنا او اي منظر من المناظر دي اللي في الغربال، طبعا احنا عايزين يبقى شغلنا نظيف. شايفين نعمل كده ونعمل كده. انا بعمل لكم ليه بيدي؟ علشان احنا ناس بسيطة وناس نعمل حاجات تحت الناس القديمة اللي كنا نشتغل بيدينا، ما بنشتغلش بأي حاجة. طبعا المستعملة دلوقتي في الأيام الجديدة دي. وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش تدعمونا وتدوسوا على الجرس، وفي أي تعليق تقولوا عليه. شايفين عملنا لفناها كلها بالدقيق وملح ومية. بعدين هنعمل هنشده. شايفين يبقى الشغل نظيف كيف؟ شايفين الشغل يبقى نظيف كيف؟ شايفين دروكيت احنا نشد القماش قد ما نقدر. شايفين يبقى الشغل نظيف كيف؟ ولا مسمار هنا يدقنا، ولا شريط من تحت بالخيط يبان، ولا اي حاجة. وعشان كل سنة وانتم طيبين، اللي معاه حاجة عايز يعملها يعملها. الحتة دي لسه نسويها عشان يبقى شغلنا نظيف وحلو، ما يبقاش في
شايفين؟ عشان يبدأ شغلنا نظيف. كمان في حتة مش محصلة نحط لها تاني عشان كله يبقى ايه شابك. شايفين؟ هذا ده يصمق خالص. دقيق وملح ومية ونغليه على البوتاجاز على الوبور على اي حاجة. المهم من ايه نطيبوه، نديله غلوات لحد ما يطيب. شايفين؟ اي حتة مش محصلة نحصلوها نعملوها. واحنا مش بنستعمل اي حاجات صعبة الا الخيط والابرة والمقص. شايفين؟ شايفين من جوا؟ الواحدة تغرب لها حاجة تعمل كل سنة وانتو طيبين اي حاجة. شايفين؟ والخياطات كلها شايفين؟ الخياطة كلها من جوا، والمسامير ما فيش مسمار يدق يدنا ولا اي حاجة تصعب علينا. شايفين؟ كل سنة وانتو طيبين، وما تنسوش تدعمونا. واي واحد مع اي سؤال اي حاجة بتاعت الناس الكبيرة، شاف جدتها شاف الستة بتعمل اي حاجة وعايزة تعملها تسألني، عشان احنا كلنا بنعرف الحاجات دي اللي احنا كبار، لكن الجيل اللي طالع ده هو ايه ما بيعرفش فيتعلم. كل سنة وانتم طيبين. شايفين؟